قبل ما نكمل لا فيديو، قبل ما نكمل القماش، اي وحده فيكم كتشقى عندها ما يدير، عندها الشقه، عندها اي حاجه، خلي اختي داكشي اللي في يدك واجي حطي واحد 5 دقائق لراسك. ان شاء الله في راسنا هو الاول، راه حتى حاجه ما تستاهل. يلا نوضي، جمعي النوضه، جيبي غير قهوه وزيت العود، قهوه مطحونه وزيت العود، واجي تفرجي في لا فيديو ان شاء الله في وجهنا جميع. جيبي غير مطيشه وسنيده ومرحبا بك معنا. صباح الخير، كي صبحتوا ولاباس عليكم؟ كلشي بخير، كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديده. اليوم واحد لا روتين اللي غنديرها من بعد تقريبا دو سمين، من بعد دو سمين ديال جوج سيمانات ديال الجرا وتعميره والروينه وجرينا وجرينا، وراكم عارفين شنو اللي داز. الوغ شفت كمارات يا اختي، شفت وجهي. انا كنت كنحيد راس وكنقاد الامور، داكشي علاش السيمانه الاولى. بعدا السيمانه الثانيه راكم عارفين السفر وداكشي، كلشي جا على فلا، كلشي جا على فلا ماشي على راسي. المهم بان لي وجهي ولا شاحب، هانتوما غيبان لكم وجهي كيفاش ولا. شوفوا 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 وجهي ولا شاحب. انا حاجه واحده الحمد لله، ما كيجونيش لي سيغ دغيا، كيجوني لي سيغ حتى كنكون عييت وعييت 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 بزاف ديال المرات، عاد كيجوني لي سيغ. المهم شوفوا انا فين ما مشيت تلقاو عندي ميني ماوس، راه الكاس د ميني ماوس فوق الناموسيه. اليوم غنتهلاو شويه في الوجهيه. اول حاجه غادي نبداوها لهاد الكمار اختي، غنديرو قماش ديال داكان، اي قماش عندكم. انا غنستعمل هذا وغنستعمل واحد اخر، غنختار يا اما ديال الويفيرا يا اما ديال الكوك، المهم اي حاجه. هذا كتقشير عميق حيت الشحال هادي ما درتش قماش لوجهي. الوغ نبدا بعدا، ومن بعد ديك الساعه نشوفوا شنو غنديروا في التقشير الخفيف والترطيب في نفس الوقت. خليكم معايا، نبداو بعدا بهذا ديال داكان. بالنسبه لهذا القماش راه في متناول الجميع، وزعما الثمن اللي هو مناسب ومتوفر في جميع المحلات ديال المكياج ولا اي بلاصه. راه ماشي بالضروره كيف ما كنقول لكم دائما، ماشي بالضروره بالغلا باش تهلاي في راسك، اولا بالغلا باش تكوني انيقه وتكوني مميزه. راه تقدري بابسط الامكانيات تقدري ديري شي حوايج اللي زعما تهلاي في راسك بهم، وتباني كيوت اختي، تباني كيوت. وتزياني بلا مكياج كيف ما كنقول لكم دائما، كنحاولوا نتفاداو داك قوه المكياج وقوت باش ما خطاني انا هذا، باش ما خطاني ليكرون سولير. واخا ضاعت ليا ليكرون سولير ديالي ملي مشيت لاكادير، ما عرفتش فين حطيتها بالضبط. نورمالمون هي لا تروس كانت محطوطه مجموعه، ولكن ما عرفتش فين طارت ليكرون سولير. طارت اختي، درت جناح ما عرفت فين طارت، الله اعلم. صافي منين جيت ما لقيتهاش. دابا المشكله عندي وحده اخرى، عندي فوتو وايت، وعندي واحد الشكل اخر ما عرفت ديال اينا ماركا كاع. عندي كوفر كوكو هذيك فونديشن، وعندي فوتو وايت ايكرون سولير في نفس الوقت فونديشن، يعني ايكرون تانتي. ما عرفتش شحال هادي ما درتش فوتو وايت الصراحه، كنت كنديرها غير في الصيف ملي كنكون غادا لابيسين ولا هكا غنخرج نتعرض للشمس بزاف، اللي كنت كندير فوتو وايت. ما عرفتش هاد الوقيته زعما هاد البرد واش غاديني مع لابو ديالي ولا لا، سيغتو انا لابو ديالي كتكون دابا حاليا في هاد الوقيته كتكون شاحبه، فمي تيكون شاحب وكتبغي تهلي اكثر. نورمالمون خصنا نتهلا في لابو في الصيف كثر، ولكن انا لابو ديالي كتبغي تهلي في هاد الوقت كثر. المهم نكملوا القماج وهانتوما من بعد بزاف ديال التمارين، نوريكم كيفاش تهلاو في راسكم بأبسط الإمكانيات. وزيت العود وجي تفرجي في لا فيديو نتهلاو في وجهنا جميع. جيبي غير مطيشه وسنيده ومرحبا بك معنا. دوب اللي كان موجود اخت
اختصارنا اليوم ديال الفخر. بعد ما غسلت وجهي تبعتني هاد لوز غادي نشف مزيان ايوا دابا غادي ندوزو شنو اللي غنديرو لابو اليوم كالا لا ما كاينش كالا سيري اسير اسيري ماما غندير هاد اسيد الهيلورونيك هو اللي غنستعمل اليوم وندير بيه ان بتي مساج لوجهي دابا ما غاتمشيش اه لا تيس ما غاتمشيش انت ايه انت اللي ما بغاش تمشي في حالك تقلدني سيري مامي سيري مامي بعد ما سالينا من هاد لاسيد ديال الهيلورونيك أولا الهيلورونيك أسيد نحاول ندير واحد شوية المساج غير براس التصبيحات السيروم ديال الفيتامين سي حيت غنستعمل هاد الباكاج ديال الفيتامين سي نورمالمون دابا درت الصابون ديالو ولا جي نيتوايون ديالو ديال الوجه هو باش غسلت من مورا داك الكوماج ندير هذا ديال لي سيرم قولي لي سيرم سيرم لي سيرم لي سيرم سيرم شخصي الكحل البلدي من تقاليدنا العريقة
سيليا سيليا دبلو في تدلي دبلو في تدلي بابي بحال اللي شفتو جيت كنصاوب هنايا هاد العكار ديال اللي كيبقى الفوم في اللون ولكن هو كيتقشر بحال هكا كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. غادي ندير داك العكار ومن بعد غنقشرو ويبقى فمي في هذاك اللون يعني كيعطي واحد الغوج زوين حتى ثلاثة السوايع حتى لربعة السوايع كيبقى بحال هكا صراحه كيحمقني وفي نفس الوقت كيبقى الفوم ناشف. راه في الاخر غندير معكم واحد التجربه بليكوطون ديسك كيبقى الفوم ناشف ما كيبقاش توسخ الحاجه ولا ما كيبقاش ملي كتاكل كيمشي ولا هذا كيمشي حتى لربعه السوايع كيف ما قلت لكم ثلاثه السوايع عاد كيمشي في حالته. يعني كلي وشربي حتى يبان والديك اختي. بالنسبه للكوماج ديالي ديما تقدروا ديروا كيف ما قلت لكم قبيله قهوه وزيت الزيتون او لا قهوه وزبده غير روميه. تقدروا ديروا مطيشه وسنيده حتى هي. هادشي بالنسبه للوصفه الطبيعيه اللي موجودين في اي دار زعما فهمتوني. انا بعض المرات كندير وصفه طبيعيه اللي هي طبيعيه وبعض المرات كنقضي باي حاجه عندي هكا موجوده بحال دابا كتشوفوا معايا هاد القماش هذا كندير منه الوجه كندير اليدية والرجلية وكنقدر ندير حتى دوك لي قماش الاخرين بحال اللي وريتكم قبيله ديال الفاخر حتى هما زوينين. هذيك لاطاح كلها الصراحه زوينه. كان عندي واحد في الاول ومن بعد راكم شفتوا فراسي عجب لي هذه هذوك عجبوني الصراحه. لا لا سيلي عفا بنتي عفا بنتي شوفوا شحال ديال شحال ديال الجلده الميته. شوفوا سيلي سيل تبلي ماما عرفتو هاد البخوشة هادي ما خلاتنيش والله شحال من حاجة دابا كنبغي نديرها كاينة هنايا عالية الفوق في ليزيطاجيغ وما ما خلاتنيش. انتوما شوفو تبلكم لابوموخت هذا من الغوتي اللي كندير انايا هكا مرة في السيمانة ولا جمرة في السيمانة باش نحافظ على النظافة ديال لوجور وديال اليدين. سيليا سيل توبلي عافاك. وهكا كيكون ساهل عليا النظافة الشخصية كتكون ساهلة عليا بزاف كيكون ساهل عليا الترطيب وبزاف ديال الامور يعني ما كنكونش مخليه الامور كلها حتى ديال لاطوش عاد كندير كل سيليا كما قلت لكم ما كنخليش كلشي حتى النهار ديال لادوش كما قلت لكم ما كنخليش كلشي متراكم عليا حتى النهار ديال لادوش زعما عاد باش كن سيت تكلمي لمامي سير عاد باش نقاد كلشي يعني كنحاول نقص عليا بزاف ديال الامور. سير يلا سير سير تكلمي لمامي ها ديها يلا ايوا صافي هكا كنسهل عليا الامور ما كتكون شحال من حاجه عندي ناقصه وشحال من حاجه هكايا قضيتها قبل من النهار ديال لاطوش
شوفوا، وبالنسبه للدين راه كيبغيو القماش ماشي غير مره واحده. دابا سيدي دات هذاك القماش راكم شفتوا داتو كتلعب بيه، الله يستعمل شي حاجه اخرى. نقدر نستعمل هذا ديال الكوك، داتو كتجري. بالنسبه لهذاك القماش كيدير التقشير العميق، هادو التقشير ديالهم خفيف يعني زوينين ما كيجرحوش لابو، وفي نفس الوقت كيخليو واحد الرطوبيه في اليديدات وفي الوجه زوينه بزاف. شوفوا واحد اللي فيه وير، وهكا كيف ما قلت لكم بدون مكياج كتهلا يختي في راسك. كتحاولي تصايبي غير دوك لي غوتوش ديال الطراسي حجبانك، صافي واحد شويه ديال السر خلاها وصافي، وليدي دات هما كيوليو كيشقشقو اختي. تهلاو شويه في راسنا كيف ما قلت لكم، انا راه ما كنش كاع كيكون عندي لي برودوي، راه كن ابسط حاجه كندير بها قماش، راه غير الحامض. و كندير واحد الوصفه دابا للرجيلات العادي، كندير ليه فاش كيكون جاي كندير ليه ميه سخونه فيها شويه الملح وفيها الخل وبيكربونات الصودا. تخيلوا اش غنقول لكم، تو كي كثر الرجيلات يا سلام، وكيرتاح تيقول لي ارتحيت. شوف النتيجة الفورية اختي، هاي تهلاي في راسك باش ما كان راه تحسي براسك تشوفي النتيجة قدامك. حتى من الداخل تيبانو لكم لذيذات كيتنقاو، وماشي بالضرورة لي برودوي. كنقولها لكم حيت شحال وحدة تتقول ليا لا انت كديري لي برودوي ولا هذا، راه ماشي بالضروره يكون عندك. انا راه واحد النهار ما كانوش عندي لي برودوي، راه كنعدي باي حاجه كاينه قدامي كنعدي بها. المهم هاد الصباح هذا شاركت معكم لا روتين ديالي اللي درت لابو واللي درت لي ديدات، انا باقا تنمسح فيهم. لا غسلت دابا من بعد داك القماش، و لا روتين ديالي غادي نمشي نطيب كسيكسو يوم الجمعه. اول حاجه كنديرها في الصباح الروتين ديالي كيف ما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت تبدل، كنمشي نقاد الماما ولا يسعان بتليها اللي غتبدل، تقاد الامور اللي غتقاد، صافي. كنجي نجمع بيتي انا بيد ما نتفقتي ليا حتى هي نبدل ليها، نوجد لهم فطير كيفطروا هكا حسيوه في الصباح. ايوا صافي، وكندخل لا كويزين كنجمع بعدا شنو غيتجمع في الدار، وكندخل لا كويزين باش كنوجد الغديوه ديالهم، وفي نفس الوقت العشيوه ديالنا مجموعين حيت انا ما كنتغداش. وصافي هادشي اللي كاين. شوف من بعد القماش لي ديدات كيبغيو الترطيب اختي، اجي نرطبهم بالكريم اللي كنا صايبناه ونصومبل داك النهار اللي عقلتو عليه. كيعطيهم واحد الحمورية غزالة، كيولي اللوين غزال. الاساسيات اللي خاصنا نديروهم على الاقل كيف ما قلت لكم مره في السيمانه، انه نديرو قماش لوجهنا كيف ما بغى يكون هذا القماج. هذا اي حاجه كتجيكم مع وجهكم ديروها، والترطيب بالنسبه للوجه، والسيروم باش يتغدى الوجه، والتقشير بالنسبه اولا قماج بالنسبه لليديدات حتى هما، والترطيب بالنسبه لليديدات. بالنسبه للترطيب لليديدات راه بشكل يومي ماشي بالضروره، ما نتسناوش حتى نديرو دو فوا بار سمين ولا اون فوا بار سمين، راه خاصنا نديرو الترطيب بشكل يومي. في المنزل والشقه ديالنا كنحيدو الكلافس اولا ليكون، وكنرطبو يديداتنا باش هكا كنحافظو على يديداتنا. ملي كنبغيو اختي نمدوهم للحمه كنمدوهم زوينين. هذا الشيء شي حاجه مهمه اللي خاصنا نديروها، خاصنا ندخلوها في الاولويات ديالنا اليوميه، حيت شنو نقول لكم كننساو راسنا سورتو حنا الامهات، كننساو راسنا وكنهملو راسنا بزاف 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 بزاف. وهذا غلط، لانه ما لا محاله لانك لا محاله للاهمال لا في الدين ولا في الفكر ولا في الحياه، ولا ما عندكش ادنى الحدود انك تكوني هامله راسك. حيدي ادنى فكره في حياتك انك تكوني هامله راسك، حيديها ولو ما عرف شنو غيوقع في الكون.
الانسان هو اللي تهلا في راسو. انني في الاخر كنرجع لراسي، ملي كنجي نحط راسي على المخده بالليل راه كنفكر في راسي، كنشوف راسي، انا ملي كنشوف المرايه راه كنشوف راسي. يعني ضروري نتهلا في راسي لراسي، ماشي نتهلا في راسي للناس باش يقولوا فلانه كتهلا في راسها ولا فلانه مهتمه براسها. لا، نهتم براسي باش انا نرتاح، نفسيتي كترتاح. انا بعدا من الناس اللي ملي كتجمع دويرتي كتقاد كتول، ما كيبقى عندي لا شقه لا والو، وكنجي وكنعطي غير 10 دقائق لراسي بحال هكا، وكنجلس ونقاد اموري وندير كوماج ولا ندير غير هكا، غير هاد لاكريم ديال الخديدات ونخليهم هكا غوزيين وندير شويه ديال الكحول، هذا كنفرح وكنرتاح، نفسيتي كترتاح كتسولاجا من بعد واحد التمار ديال النهار كله، ولا من بعد واحد لاغوتي اللي هي مشارجيه. اما بلا بديت بهذا الشيء الصباح كنفيق نشيطه بيان سور، بغض النظر على الامور الدينيه وعلى الصلاه ولا داكشي، حنا ما كنشاركوش الامور ديال الدين هنايا في اليوتيوب، ان داكشي كيبقى بينك وبين الله. انسان كيصلي صلاته يعني اموره مقاده، اموره مزيانه مع الله، داكشي بينه وبين اللي خلقو، ما ندخلوش الانسان. ولكن من بعد كتجي واحد الامور اللي هي شخصيه، الامور اللي هي جسم، يعني نقاد حالتي، نقي راسي باش نهار يبدا عندي زوين، نطلق شويه القران، نكمل الشقه ديالي ديال النهار كله، نوجد حويجاتي، نعطي الكوزينه واحد سويعه ديال المكانه حتى ساعه ونص ما نفوتهاش نهائيا. علاش انا في الصباح كيف ما قلت لكم كنوجد كلشي في الصباح، لان انا اصلا ما كنتغداش نورمالمون، غير حيت دابا منين عندي ماما وسيليا اللي، اما انا راه الكوزينه كندخلها في الصباح كنوجد العشاء صافي كنطفي عليه كنسالي ستات معدم. اما بالنسبه ليا انا ما كناكلش بالنهار كيف ما قلت لكم، وكنوجد دابا غدا وعشاء وكلشي في الصباح كنطفي عليه باش كنتهنى، وكيبقى لي الوقت فين نديها في راسي، وفين الا ما درتش هاد لاغوتين الصباح كنديرها من بعد ما كنسالي الشقه ديالي، من بعد ما كنسالي العشاء كنطفي عليه، وكنجمع الدار، نتول الدار، نبخر، نعطر الحوايج، نعطر الدريسينغ، نعطر البيوتا، نقاد الامور كامله. اليوم راه قديت كلشي، عاد قلت درت معكم هاد لاغوتين هادي، دابا غنمشي للكوزينه هي اللي بقات ليا، وندير كسيكسو اليوم الجمعه باش ان شاء الله في العشيه نجلسوا في الطبيله ونجمعوا لكسيكسو، نتعاودوا كيف داز النهار، يعني الامور بحال هكايا. السي سيد حتى هو غيجي خصو يرتاح يتسولاج حتى هو من بعد نهار ديال تماره، حتى هو خصنا نعطيو وقت ونهتمو به، نجلسو شويه نتفرجو ونعطيو وقت راسنا، صايبو بوب كورن، صايبو قليه هكايا، ولا غير 5 درهم زريعه، ونجلسو ونتفرجو ونضحكو وندوزو وقيت زوين، علاش لا، نعطيو وقت لنفسنا ونعطيو وقت لبعضياتنا، لان الدنيا ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي نبقاو دايرين راسنا بها، نين نهتمو براسنا وحنا الاولين. كيف ما كنقول لكم راه بابسط الامكانيات، والله العظيم نقول لكم واحد القصه، انا فاش يلاه تزوج بعدين كنا يلاه سكننا بوحديتنا، ما كان عندي والو، تخيلوا ما كان عندي والو، ما عرفتش علاش نعاود لكم هاد القصه هادي، المهم في هاد لا فيديو، المهم ما كان عندي والو، يعني عشنا واحد الفتره ديال عندنا غير الناموسيه، ماشي هذه كانت واحده اخرى كانت عنده هو قبل ما نتزوج به. المهم هاد القصه هادي نعاودها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، خليكم دابا حيت الفيديو هادي طويله. الا بغيتو نكمل لكم هاد القصه هادي ونعاود لكم عشنا واحد الفتره، نقولوا الفقر، عشنا بزاف ديال الامور، ماشي الفقر ولكن بزاف ديال الامور. المهم احبابي هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، تهلاو لي فراسكم، مشيو وجد اختي كسيكسو، ولكن ما تمشيوش تشوفوا القصريه ديال كسيكسو ديالي، ومشي قصريه غير طبيصيل، حيت ديجا ماما دابا هكا يمتكيه كنعطيها، هكا يمي كلتها، وانا وعادي لوسيليا كنكسو في الطبله، لو غير طبيصيل ديال كسيكسو غنوجدو وغادي نشارك معكم كلشي. خليكم في هذا الفيديو، ولكن قبل ما تمشيو تشوفوا كسيكسو غنقول لكم تهلاو لي فراسكم، ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، ما تنساونيش من الدعاء ديالكم، ما تنساونيش من لي كومونتير ولو غير بقليب. نهاركم مبروك احبابي، كنبغيكم بزاف، بيسو كبيره، نتلاقاو ان شاء الله في